تندوي لك اخويا على هذا السيد هذا كان عاش معنا دابا مده باش كان عاش معنا مع خوتي الاولين ما عاش معاهم كان تيتهلاو فيه بخير داكشي خوتو مراه داكشي مرت اختو مريضه خو مريض لاخور كلشي مريض حنا درنا اخويا بغا نعرفوا هذا السيد هذا بغا نقادو له اخويا فين يسكن فين يعيش تنعرفوهم كانت عند امهم واحد فراشه هنا في هذه القيصريه ديال درب غلف كانت عندهم فراشه وما ما فحالهمش امو ماتت وبوها مات وهاد السيده هادي خوهم لاحهم الزنقه ما عندهم فين يعيشوا ما عندهم حتى شي بلاصه ولا عايشين هنا حدا هاد المحل هذا اللي تتشوف فيه ها هو الريدو محلول ها هو السيد جبناه من السبيطار ما شفنا والو في السبيطار الناس ما بغوش يشدوا لينا في السبيطار نضنا حنا ولاد الحومه ديالو حنا اللي دينا للسبيطار دخلناه صحة وداك السبيطار خاصنا ندخلوه يقبلوه منا هذوك الناس ما تيقبلوش هذا الشيء هاد الناس هادو خويا حنا عشنا معاهم من الصغر كنعرفهم منين حلينا عينينا كنعرفهم امهم كانت دايره فراشه ليها اخويا كانت دايره فراشه ليه هاد السيد هذا كان باقي صغير كانوا كيتعداو عليه عباد الله كان جاب واحد المونشيف ديال 5 سنوات ديال الحبس كان ضربها مسكين خرج مرفوع عليه القلم الله اللي عالم به مسكين خرج لهنا كان كيريح دمه داس واحد ليا ما توفات الام ديالو زاد كمل السيد مسكين العقل زاد طار ليه العقل ديالو هاد السيد هذا قاو هنايا الناس مليوح فحال موكل اخويا فحال هو كلشي تيسموه فحال هو كلشي حاجه وحنا كنعرفو مرفوع عليه القلم الله يشاف عندهم دارهم في زنقه السه ولكن حيت كل حيت كلهم اخويا حيت كاملين مفروحين كاملين هرب لهم العقل الله يشافيهم حتى واحد ما غيعرف كيفاش غيتصرف في الدار كيفاش غيدير الدار يقدر يستغل واحد اخر بعقله واش فهمتين حنا كنطلبوا من الله ومن الاذاعه ديالكم نتوما ومن المسيرين ومن الحكام ومن الناس اللي كاينين يديروا معاه شي حل مسكين حتى هو ربي اللي عالم فيه حتى هو اختو حتى هي راه محوله عند الناس حوازه عندهم كطريع عندهم هاد الناس حنا جينا سكننا تقريبا فوق 30 سنه هنا ولقيناهم كانت الام والاب والبنات وعندهم ثلاثه الخوت يعني مات خوهم الكبير وبقاو دابا البنات تزوجوا وكل وحده مشات لدارهم الا اختهم وحده اللي بقات ساكنه بوحدها هنا بدرب غلف وهاد جوج خوت بقاو ساكنين هنا من بعد كان مسكنوا خوه فوق واحد الكوخ هنا في واحد الكوخ هنا فوق السطح ومن بعد ولا جاو البوليس داوهم اللي لقاهم سطي وداك الشيء ودوز السجن كان كيتعرض للناس كيضربهم بالحجار وكذا وشحال من مره كان كيمشي للسجن ملي كيكتشفوا على انه راه مريض نفساني عقليا انه ما كيخرجوه تصوروا ان الصيف والشتاء هو ديما نعس في الزنقه وما كيكشفش ما كيجيبش حتى باش يتغطى انا واحد النهار شريت ليه سرير حديدي باش غير بعد على الارض ما يبقاش ينعس فوق الارض شريت ليه سرير حديدي داك اللي عنده الرسور حطه هنايا عاش برك فوق من واحد الوقت ولكن غير كتور علينا الحاله النفسيه ديالته كيهز داك السرير كان ثقيل داك السرير كيهزو كيبدا يضرب كيضرب حتى كيهردم الحجر وكيهرس به الحيوط ويهرس القوادز ديال الزنقه اللي حتى ضطروا الجيران واحد النهار ما كنتش هزوا داك السرير الحديدي اللي كان كيزعجهم به داوه لاحوه خويا مريض وواحد خويا تا هو مريض وكنت انا مقابلهم في الدار ودابا ملي كيجري عليا انا جرى عليا انا جرى على خويا وعاولا الدرب مساكن اللي كيكونوا معاه وهزوه داو للسبيطار وانا كاينه عند الناس كنخدم معاهم وباركه معاهم بخير اخويا شنو المشاكل اللي عندك انا في الزنقه اخويا